الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية مظهر محمد صالح إن عجز موازنة عام 2025 قدر ب 64 تريليون دينار، داعيا للتحوط بسبب تقلبات إيرادات الموازنة لا سيما النفطية التي تخضع لتقلبات أسواق الطاقة في العالم. وأضاف أن سقف الإنفاق الكلي سيلامس ربما 200 تريليون دينار بسبب تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، فضلا عن النفقات الحاكمة والالتزامات الدولية الواجبة السداد مثل الدين العام. ونبه أن سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية التي تخضع لها موازنة 2025 حدد ب$70، وبطاقة تصدير 3,400,000 برميل يوميا لأغراض تحديد عوائد النفط في الموازنة العامة. اقترح رئيس هيئة استثمار القادسية رزاق شبر تقسيم الوحدات السكنية في المجتمعات إلى 3 فئات تتناسب مع أصحاب الدخل العائلي والمتوسط وأصحاب الدخل المحدود لحل أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية. وشدد رئيس هيئة استثمار القادسية على أن تكون مبادرة السكن والإقراض من المصرف العقاري حصراً للفئتين الثانية والثالثة، وأن تكون الوحدات بأسعار تنافسية بمواصفات محددة سلفاً في الإعلان. وأشار إلى أنه لا توجد إجراءات محددة تلزم المستثمرين بتحديد أسعار منطقية. أعلنت وزارة النفط في العراق عن الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي، ممتنعة مجدداً عن الإفصاح عن إيرادات العراق المالية من النفط. وذكرت الوزارة أنه بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغ المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام نحو 99 مليوناً، بينما ادعت الوزارة أنها لإيمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير اتخذت هذا الإجراء الشهري. اتهم النائب ياسر الحسيني مدير شركة الموانئ فرحان الفرطوسي بالاستيلاء على واردات السنوات الأربع السابقة والتي بلغت 3,175,559,000,000 دينار. وذكر الحسيني أن أموال الشركة العامة لموانئ العراق خلال السنوات الأربع الماضية لم تعد إلى خزينة الدولة، وأضاف أن هذه الأموال دخلت في جيوب مدير عام الشركة وفريقه، مشيراً إلى أنه وفق كتاب رسمي من وزارة المالية لم يدخل منها أي مبلغ في موازنتها. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.